مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ سنلعب الآن معا لعبة التوصيل، وعلينا توصيل كل كلمة بالصورة المناسبة لها. ولكن قبل أن نبدأ دعونا نتعرف على هذه الكلمات. فراشة، فراشة. ضفدع، ضفدع. نحلة، نحلة. جندب، جندب. دودة، دودة. أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. والآن هيا لنبدأ، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. جندب، أين هو الجندب يا ترى؟ هيا يا أصدقائي، أين هو الجندب؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. نحلة، أين هي النحلة يا أصدقائي؟ هيا يا أصدقائي، أين هي النحلة؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. ضفدع، أين هو الضفدع يا ترى؟ هيا يا أصدقائي، أين هو الضفدع؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. دودة، أين هي الدودة يا ترى؟ هيا يا أصدقائي، أين هي الدودة؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. فراشة، أين هي الفراشة يا ترى؟ هيا يا أصدقائي، أين هي الفراشة؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. هيا تحدي الجوهرة، علينا أن نجمع كمية كافية من الطاقة حتى نحصل على الجوهرة. هل أنتم مستعدون لكي نحصل عليها؟ حسناً، هيا بنا. بنشاط، بنشاط. هيا هيا يا شطار، بنشاط، بنشاط. هيا هيا يا شطار، أحسنتم، عداد الطاقة يرتفع بسرعة أكبر. أنتم أبطال أقوياء، لقد اقتربنا من الحصول على الجوهرة. أحسنتم، لقد قمتم بعمل رائع أيها الأبطال الأبطال. لا تنسوا الاستمرار في التمرين وجمع الجواهر الأخرى، ولا تنسوا مشاهدة الحلقات الأخرى. أنا نشيط وسأجمع الكثير من الجواهر، أنا وأصدقائي الأطفال. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك، نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. نعم كلنا نحب.